وأنيق، والمرأة هنا كل شيء ودونها لا شيء. عباراتها، غناؤها، وثراؤها الروحي، وحيويتها التي لا تهدأ. أخذنا في نهاية يوم طويل ورقائق شمسه تتهادى مودعة، أخذنا إلى أطراف المدينة، إلى حجر المكة، ولربما عراقة الحي رشحته أن يكون متكئا لنا في أنس الجبنة هذه. كل شيء استثنائي، الفولكلور المنسق بعناية، وتجهيزات الجبنة التي تتصدر جلسات البداية وتسبق توافد القادمين. الوقوف على أطراف المعرفة هنا مخبأ علينا، تسرقه التفاصيل. فالجبنة في السودان عريقة وقديمة، عرفت منذ زمن بعيد بطقوسها وتبعاتها، ولعل أهل الشرق يتميزون على سائر أهل السودان بحبهم للجبنة، إلا أن أبعادا أخرى أخذت تضاف لمجموعات الجبنة هنا وتتداخل مع هموم الناس. فبالإضافة للبعد الاجتماعي، هناك البعد الثقافي والاقتصادي، وإن شئت فقل السياسي. تبدو الصورة مكتملة وكأنك في مناسبة فرح. أزياء النساء المزركشة الزاهية، وترتيبات المكان المعد، حتى الضيافة المقدمة للضيوف الوافدين هي من المأكولات الشعبية المحلية، وكأن جلسات الجبنة هذه تتنكر مجتمع الجبنة هنا أخذ يجذب إليه الفتيات. الغناء والتعلم الحرف اليدوية وخدمة الضيوف، هكذا لكل واحدة دور تستمتع به قبل أن تؤديه للآخرين. تنطوي هنا ذكريات بأحاديث وطرب أصيل، تغن أجراسه في مسامعنا وإن تباعدت خطانا، نبل في الكرامة وإن غشى طائف من ألق، وهو كم هو عالم جميل.
ثانية بعد الفاصل، كونوا معنا.